السلام عليكم مرحبا بكم اصدقائي في حلقه جديده موضوع حلقتنا اليوم عن نبتة زينه جميله ورائعه وتدعى نبتة الياسمين الازرق او البلنباجو هاي قدامكم شوفوها هاي ازهارها زرقاء باهته الزرقه جميله جدا وهاي اوراقها شوفوها قدامكم جميلة جدا نبتة زينة جميلة مثل ما قلنا آه، هذه النبتة تستخدم لتزيين الحدائق والنوافذ من الخارج والبلكونات في الحقيقة هي نبتة معمرة آه، مستديمة الخضرة قد يصل ارتفاعها الى ثلاثة امتار الثاني عندي يعني تقريبا واصلة متر هذه النبتة موطنها الأصلي جنوب أفريقيا وأمريكا الوسطى وأستراليا وجنوب آسيا هاي آسيا قدامكم شوفوها يعني هذه النبتة لا تحب الماء كثيرا يعني ممكن سقيها باعتدال يعني ممكن سقيها يوميا لكن باعتدال بدون إغراقها لأن يعني كثرة الماء تفسد جذورها اما بالنسبه لفتره التزهير يعني فتره التزهير تستمر يعني تبدا من الربيع تستمر حتى الخريف يعني فتره طويله وممكن تسميدها بسماد ام بي كي يعني في بدايه الربيع يعني في العراق خصوصا في العراق شهري السابع والثامن هذه النبته يقل الازهار مالتها يعني تتاثر بحراره الشمس القويه يعني هي حقيقه تحب ضوء الشمس المباشر لكن حرارة شهر السابع والثامن يعني شديدة جدا في العراق لذلك أنصح وضعها يعني في هذين الشهرين في ظل الأشجار في ظل الحائط أما تكاثرها يعني تكاثر هذه النبتة يعني ممكن نختار فد عقلة سميك سميكة يعني غصن سميك من 15 سنتيمتر ونقصها ونزرعه. وممكن ايضا تتكاثر بالبذور يعني تتكاثر بالعقل بالقلم وبالبذور وممكن ايضا زراعتها بالاصيص بالسندانه يعني هسه نشوف بسندانه حتى انقلها من بكان لبكان وممكن ايضا زراعتها في التربه مباشره وبالمناسبه هي اكثر من لون يعني هذا اللون قدامكم الازرق الباهت وهناك اللون الاحمر وهناك اللون الابيض بالنسبه للون الابيض يعني هذا هاي نبته بريه يعني من الصعب الحصول عليها لكن الرائج هو هذا قدامكم الازرق والاحمر هاي قدامكم شوفوها نبته زينه جميله شوفوا ازهارها جد جدا جميله يعني خماسيه البتله على شكل نجمه خماسيه ازهارها تظهر على شكل نورات هاي كل المعلومات عن هاي النبته تحياتي لكم سعد كامل